السلام عليكم أيها الطيبون الرائعون، جيت لكم الإنزقان. إنزقان ويل، جيت لكم الشونتي رويال ديال اللي كاين في أنزا، ومن أنزا بطل لكم لهاد الشونتي هنايا الإنزقان ديال القنطرة واد سوس. من بعد ما صورت لكم مع موجزين جينا هنا لعند الأونيفير باط. غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكونوا في الرباط باش نهار الاثنين نشوفوا مع لونيسيف، لونيسيف باش نشوفوا مع واحد المجموعة ديال الحوايج، منطقة محروسة تبارك الله ما شاء الله. وهنايا كان السوق ديال الخضر، السوق ديال الخضر هو هذا، بقى فيه المكان ديالو حفيظ. شنو كان هنا؟ هنا كانوا شي قواس وفيه الحوانت، قواس وفيهم الحوانت. واش كيبيعوا؟ كل واحد شنو كيبيع؟ التخصص ديالو بزاف ديال ديالاش؟ فيه بزاف ديال التخصصات، الانشطه الانشطه. كاين قهاوي، كاين قهاوي، وكبير بزاف بانت لي المساحه ديالو. غادي تالي تالي اجي الجامع، اجي نمشيو حتى لحد داك الجامع نشوفو شنو كاين. ايه هنا راه كان مارشي ديال الخضره، كان مارشي ديال الخضره. هنا كاينين قواس وحوانت بحال داك الشكل ديال الديكور اللي لهيه. لا داك الديكور تماما. وهذا المارشي فين داوه؟ داوه حدا سوق الحريه. واش سوق الحريه هو فين كيبنيو ديك القنطره مع الاونيفير باط؟ بانت لي انا الحريه تما. من هنا. كوك وكبير، شحال من قطار هنا ولا؟ تقول خلاو شي حاجه يا صاحبي. دابا راه كملوا الترياب صافي، دابا الترياب باقي لهم تشطاب. خص تشطاب دابا. دابا اش كيديروا؟ كتكون المرحله الاولى هو الترياب. ومن بعد ما الترياب اش كيديروا؟ تشطاب، كيشطبوا هادشي وتيجيبوا ديك الحمريه. طرب حمري. صافي تيلوحوا على هادشي كيغبيو هاد الردم وهادشي كما دايروا في الرباط. هذاك الشيء اللي كيديروا، كيخليو شوما بحال هاد الفرتيت وهادشي، حيت هادشي ما كيموتش. ملي كدير الحمريه اش كدير ديك الحمريه؟ ديك الحمريه كتسودي مع هاد الحمريه. فهمتي كيفاش؟ دابا ديك وهذيك الحمريه كتنوض الربيع. بحال هكا، وما كتبقاش مازال عاقل على شي بلاصه ولا شي حاجه. دابا راه كاين الطريق لهيه تقدر تخرج منه. فين؟ كاين الطريق راه هي محبوسه حدا. شي لفان ديال داك الشجر. اييه شوف الغروب، شوف الغروب. كيقدروا يخرجوها لينا منها مع هذاك البنيان. وين زكان دابا غداو كتغير تاهي. اشنو كيتغير فين زكان؟ ايه داك العشوائي غيتحيد بزاف ديال الحوايج دابا. ايه واحد الطريق راه حلوها من هنا. حلو واحد الطريق من هنايا. اللور ديال داك كاينه جديده جديده، داك النهار تبانت ليا وكنت غادي نرجع باش نصورها ياك، وتلفات ليا حيت زكان. لا اللور ديال لافيراي، شتي داك لافيراي تما؟ ايه كيبنيو ثاني تما اسواق اخرين جداد، ودايرين ليهم الباركينات ديالهم وواحد الطريق واسعه. شي نهضيه ولاش؟ دابا انا بان لي واحد السوق تما ديال التمر. خليه ديال التمر هذا. وبان لي واحد ديال الخضره. اي هو هذاك ماشي كريو هو اللي كاين، هو هذا اللي كان هنا. وبان لي واحد السوق. شحال من سوق هو كاين في ان زكان في النظر ديالك؟ وكاين واحد العدد ديال الاسواق. بزاف. واش هي كانت بحال كويا بحال هاد الشكل ولا كيفاش؟ ان زكان دابا هي بلاصه الاسواق. دابا فهمت، دابا جا كلشي كيطيح هنايا خضره والمساعد كيبدا يفرق. يهبط للجنوب ولا يطلع للشمال ولا اللي عنده شي حاجه كيجي يحطها هنايا. هو داك الشيء داك الصدق الحيط اللي من اليدين ولا شنو؟ هادو نفس الحوانت اللي كانوا هنايا، ولكن هادوك خزير. لا هادوك اللي من اليدين شنو هما؟ هادوك حوانت حتى هما. ديال صحاب الفراشات افريشه ودوك كيصوروا السداد. وشكون اللي باقي هنايا؟ صافي دابا هادو اللي شنو كاين؟ جيت هادوك الكروات راهما واحد الربعة. الكروات كيتبنى تما واحد السوق، سوق اخر ثاني. سوق اخر راه حفروا ليه لا كاب، هي غيديروا فيه الطوموبيلات الباركينغ. لا ما عرفت واش غيديروا فيه السوق ديال السلعة ولا غيديروا باركينغ. وعندك شي خبيرة اللي كاينين هنايا اش داروا معاهم؟ حولوهم للسوق الاخر ولا كيفاش؟ ها
وما عرفت ضروري غيديروا معاهم شي حاجه. لا لا ضروري تيحسبوهم كيشدوهم تيحسبوهم. لا هادو شحال من واحد راه بالحوان ديالهم كيخلصوا الضرائب ديالهم ضروري غيديروا لهم شي واحد. دابا تيقول اه يا البلاصه ديالتي اه البلاصه كل واحد انا مبدل الاحوال سبحان مبدل الاحوال. حاجه ما كتب حاجه ما هذا هو الباب ديالو وقيله هذا هو الباب الكبير. هذه هي الدخله ديال المارشي اللي هي الدخله ديال المارشي هي كتجي لنا من هنايا وكاينه ديك الشجره راه باقه هذيك شاهده فريزات راه اربعه شاهده على المكان. شوف تبارك الله الجذر ديالها كيفاش هادو دابا هادو هما اللي بقاو شوف سبحان الله العظيم هذيك هذيك اجي نشوفو من هنايا هاكوك هذيك الطريق اللي حلو جديده فين البلاصه هي خارجه من هنايا وطيحه في هذا الرومبون كبيره هذه كانت شحال كانت ولكن البنت لي واحده اخرى دايروها جديده لا الا لاحظت واحد القضيه شي دابا مسكن كيفاش غتولي بحال ما كيفاش مسكن غتولي هي موبلات هاد التيره كامله يقدروا يداروا بها موبلات هاد التيره غيديروا شوف ما تقدرش تحكم على شنو غيدير ولا شنو المشروع غيدير ولا سمعتيني هي اولا السياسه اللي غاديين فيها دابا هو استرجاع الملك البحري والملك النهري داكشي اللي في اللي باين الناس في الواد والشروبه وداك داك الشبال وداك الشيء داكشي اللي كيكونوا في الجنبات ديال المدينه غيبداو بداكشي هو الاول غيبداو بالبحر هو الاول الجنبات ديال البحر كامله على حساب غادي يكونوا شما كاينه بروجيات كبار راه غادي نجي مره مره ونقول لكم ها نتوما هاد البلاصه اش فيها وهاد البلاصه اش فيها واش فيها غير شوف بالنسبه للمتابعين ديال القناه انا جيت كما كتعرفوا شنو هي السياسه ديالنا في القناه شنو هي السياسه اننا كنعطيو معلومه كل حاجه بوقتها تمام رديتي البال في الفيديوهات ديولي انا عارف شنو غيكون من هنا وشنو لان داكشي عاوتاني كيتقلب كيكونوا غاديين في واحد النهج وكيجي بروغرام اخر وكتقلب القضيه ايه عجيب المهم غنشوفو دابا ينزكان اخر جديد لا ينزكان اخر كاين هانت شوف هما غيصوبوا هذيك القنطره باش ينفسوا على هذا النقنش وغيتحلوا مازال سمعتيني غيتحلوا مازال شوارع غيديروا مشاريع اخرى وغدير واحد مجموعه ديال المشاريع ان شاء الله هنايا في مدينه انزكان بارك الله ما شاء الله. اذا اخواني اخواتي خديتوا فكره عرفت شنو كان خليتكم على خير وما كان غير الله الوطن الملك ونفسه.